السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في الحصة ديال اليوم غنديرو الصفحة 37 من كتاب الجيد في الرياضيات الخاص بالمستوى الرابع ابتدائي. إذا غنبداو على بركة الله بالتمرين رقم 12. كل هذه الأشكال لها قياس المساحة نفسه ما عدا واحد منها، أكتب رقمه. إذا عندنا هنا هذه الأشكال عندهم نفس المساحة الا واحد فيهم هو ما عندوش نفس المساحه، يعني هو اللي مختلف عليهم. انا واحد اللي ما فيهش نفس المساحه، يعني ما كيتقايسش معاهم، ما عندوش نفس المساحه. نعبروا بعدا نقيسوا. عندنا هنا كنحسبوا بالتربيع، يعني الوحده اللي غادي نحسبوا بها هي تربيع. اذا عندي 1 2 3 4 5 ونصف مع نصف كتعطيني 6. اذا هذا فيه 6، 6 تربيعات. نكتب فيه هكا 6 باش ما نكلفوش. هنا عندي 1 2 3، 3 تربيعات 4 5، فيه 5. 1 2 3 4 والنص مع النص تعطينا 5، اذا حتى هذا فيه 5. هنا 1 2 3 النص مع النص 4 والنص مع النص 5. اذا فينا هو اللي مختلف عليهم هو هذا اللي فيه 6. اذا هذا مساحته 5 تربيعات، 5 تربيعات، 5 تربيعات، وهذا 6 تربيعات. اذا غنكتبوا الرقم 1. اذا هذا هو اللي مختلف عليهم. تمرين رقم 13. اضع علامه في للسطح الذي له اكبر قياس مساحه. اذا غادي نقيسوا المساحات باستخدام التربيعات، غنشوفوا اين هو اللي فيها اكبر مساحه. عندي هنا تربيعه واحده، 1 2 نصف مع نصف 3، وهنا هذا النصف مع النصف تعطينا 4 تربيعات. اذا هذا فيه 4. هنا 1 2 نصف مع النصف تعطينا 1 هي 3 ونصف. اذا هذا فيه 4 وهذا فيه 3 ونصف، الاكبر هو هذا. نمر الى التمرين رقم 14. أرتب تزايديا السطوح الأربعة حسب قياس مساحتها. دابا غادي نشوفو هاد السطوح، غادي نقيسو شحال المساحة ديالها. إذا إلا بغينا نعبرو غادي نعبرو بالتربيعات، غنشوفو كل سطح شحال فيه. إذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، والنصف مع النصف هي 10. إذا هذا عندو 10. 1 2 3 4 5 6، إذا هنا عندنا 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 ونصف مع النصف كتعطينا 9. 1 2 3 4 5 6 ونصف مع النصف 7 ونصف مع النصف 8. اذا هنا 8. دابا ولاو عندنا واضحين. الان غادي نرتبوهم تزايديا من اصغر سطح. اذا اصغر سطح هو السطح بي اللي فيه 6. اذا غنديروا بي هو الصغير، ثم 6. اذا عندنا دي هي 8، تليها سي اللي هي 9، واخيرا ا اللي هي 10. اذا هكا رتبنا. تمرين رقم 15. اكتب مكان النقط وحدة قياس المساحة، واش المتر المربع ولا الهكتومتر المربع ولا الكيلومتر المربع. عندنا مساحة المغرب، اذا مساحة المغرب 710800، واش غنحسبوها بالمتر المربع ولا الهكتومتر المربع ولا الكيلومتر المربع؟ اذا المغرب هي مساحه كبيره، اذا ما يمكنش لي نحسبها بالمتر المربع لانه شويه صغير بالنسبه للهكتومتر، حتى هو ما يمكنش لي لانه صغير. اذا اكبر مساحه اللي غادي نحسبوا بها مساحه المغرب هي الكيلومتر المربع. مساحه منزل، اذا مساحه منزل كيف ما كنعرفوا 95، يعني ممكن الدار ديالنا يكون فيها 95 متر مربع، كتحسب بالمتر مربع. ومساحة حقل زراعي 6 هكتومتر مربع. إذا غادي نمرو مباشرة للتمرين رقم 16 ونجيزو التحويلات. عندي هنا الهكتومتر المربع بغيت نحولو للديكامتر المربع. كيف ما كنعرفو أن الهكتومتر المربع بينو وبين الديكامتر المربع خانة وحدة. حنا كنعرفوا ان الجدول ديال المساحات كيكونوا فيه جوج الخانات، يعني كل خانه كتنقسم للوحدات وعشرات. اذا بحال مثلا الهكتومتر المربع كنلقاو فيه الوحدات والعشرات كيتقسم على جوج، والديكامتر المربع حتى هو فيه الوحدات والعشرات كيتقسم على جوج. اذا غنحاولوا نديروا تمثيل ديال الجدول شي ورقه غير باش نوضح لكم. مثلا عندنا هكا، إذا كنبداو بالكيلومتر المربع. كان
غنبداو بحال هكا. كنبداو بالهكتومتر الكيلومتر مربع عفوا، وكنقسموه على اثنان، يعني كنقسم الوحدات وعشرات. الهكتومتر المربع حتى هو غنقسموه على جوج. الديكامتر المربع حتى هو غيتقسم على اثنان، ثم الوحده اللي هي المتر المربع. الديسيمتر المربع، سنتيمتر المربع، والمليمتر المربع. حنا بغينا دابا من الهكتومتر المربع اللي هو هذا أربعة وحدات، يعني الا بغينا نتعلموا نحطو ماشي نحط من هنا، حيت هذا هو الوحدات وهذا العشرات. اذا أربعة وحدات غنحطها هنا. الديكامتر المربع غنزيد صفر وصفر، يعني ما نوقف عند الوحد عند العشرات، خصني نمشي حتى للوحدات. اذا هي 400 بحال مثلا من وحده لوحده كنضربوا في 100. اذا هنا 4 في الهكتومتر الوحده اللي تابعها كنضربوا في 100، هي غتعطينا 400. نفس الشيء اذا 8 هكتومتر مربع بغيت نحولها للديكامتر مربع، ملي غنضربها في 100 غتعطيني 800. و70 نحولها هكتومتر مربع نحولها لديكامتر مربع ايضا غنضربها في 100 غتعطيني 7000. الا كنت من هنا لهنا كنضرب في 100، دابا من هنا العكس، من هنا لهنا غادي نقسم على 100. اذا 1400 مقسم على 100 سازيح الاصفار، يعني غندير الفاصله غتولي 14. ثم عندنا هنا من المتر المربع لديكامتر المربع، اذا المتر المربع قبل منه الديكامتر المربع، اذا هو هذا، ها هو هذا هو المتر المربع، اذا اللي قبل منه هو الديكامتر المربع. يعني الا بغيت نحول من المتر المربع للديكامتر المربع خصني نقسم على 100. اذا الا بغيت نمشي من هذه الخانه للخانه اللي قدامها كنضرب في 100، ولا الا بغيت نرجع لهذه اللي من وراها من هنا كنقسم على 100، بشرط تكون غير قريبه لها ما تكونش بعيده منها. اذا عندنا المتر المربع للديكامتر المربع ساقسمه على 100 هي 3. اذا هنا عندي 17 حتى هي نقسمها على 100، اذا غندير 17 جوج ارقام وندير الفاصله وندير صفر، لان الا قسمت على 100 بحال دابا الاعداد ملي كنضرب في 100 مثلا عندي 5 مضروبه في 100 كنزيد جوج اصفار غتولي 500، و5 مقسمه على 100 اذا الاصفار كنزيدهم هنا على اليمين، ملي كنقسم على 100 كنعاود ندير هكا على اليسار. اذا ها 5 خصني نحسب شحال 100 شحال فيها من رقم، فيها 1 2 فيها 2 اصفار، اذا غنحسب 1 2 وغندير الفاصله. اذا هكا الا بغيت نقسم على 100 ضربت في 100 كنزيد الاصفار هنا، قسمت على 100 كنرجع بجوج الارقام وندير الفاصل. اذا عندنا 17 قسمت على 100 يعني غنرجع بجوج الارقام وندير الفاصله. هنا ثاني نفس الشيء، اذا غنقسم على 100 غنرجع بجوج الارقام 1 2 وغندير الفاصله، يعني غتولي عندي 42. هنا ملي من هنا لهنا كنقسم على 100، دابا من هنا لهنا من ديكامتر للمتر غادي نضرب في 100، اذا عندي هنا 500 غنكتبها، وملي غنضرب في 100 غنزيد جوج اصفار. عندي من الكيلومتر المربع للهكتومتر المربع، اذا الكيلومتر المربع تابعوا الهكتومتر المربع، يعني غنضرب في 100، اذا عندي 45 مضروبه في 100 كتعطيني 4500. هنا 37 حتى هي غنضربها في 100 غتعطيني 3700. العكس هنا ثاني، الا ضربت من هنا لهنا في 100 العكس ملي غنتمراجع غنقسم على 100، اذا غندير 1 2 والفاصله غتولي عندي 8، يعني غنرجع بجوج الارقام. هنا غنضرب في 100 غندير 283، وملي غنضرب في 100 غنزيد جوج الاصفار. ما عرفتش هكا اضرب في 100 او اقسم على 100، ندير الجدول باش نتهنى ونخرج من باب واسع، ولكن حتى الطريقه راه مزيانه الا تعلمتها. عندنا هنا اكمل ما يلي، عندنا واحد ديكامتر مربع كتساوي 60 متر مربع، شحال نزيدو عليها باش تعطينا واحد ديكامتر مربع؟ ها حنا نشوفو بشوي بشوي. عندنا واحد ديكامتر مربع هو هذا، اذا الا خديت 60 متر مربع شحال غنزيد عليها باش تعطيني واحد؟ اذا ها نديرها لكم هنا، ندير غنزيد على واحد العدد باش تعطيني واحد ديكامتر. ها هي 60، شحال غنزيد عليها باش تعطيني واحد ديكامتر مربع؟ اذا صفر شحال نزيد عليه باش يعطيني صفر؟ غنزيد عليه الصفر. و6 شحال نزيد عليها باش تعطيني واحد العدد فيه 10، باش زعما تولي عندي 10 ندير رقم واحد هنا، اذا غنزيد عليها 4.
ملي غنزيد 6 غنزيد على 4 غتعطيني 0، اذا غتعطيني 10 اكتب 0 واحتفظ بالواحد. اذا 60 متر الى زدت عليها 40 متر غتعطيني 1 ديكامتر. اذا 60 زائد 40 غتعطيني 100، و100 بالمتر المربع الى حولتها الديكامتر تعطيني 1 ديكامتر. اذا 60 غنزيد عليها 40، ثم عندنا 1 ديكامتر عندي 1 ديكامتر ناقص 30 متر، هاي 30 متر، هاي 30 متر هنا تساوي، اذا شحال غتساوي ليا؟ اذا عندي نحول هذه حتى هي للمتر غتولي 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 3 لا يمكن استلف وارد السلف، 10 ناقص 3 الباقي 7، 1 ناقص 1 0. اذا شحال غتعطيني بالمتر المربع؟ غتعطيني 70، اذا ها هي 70. ثم عندنا 5 متر مربع مضروبه في 80، اذا 5 في 8 هي 40، يعني كتعطينا 400 متر مربع، 400 متر مربع، وبالديكامتر المربع هي 4، اذا غنديروا 4. ثم عندنا 8 ديكامتر مربع كتساوي 300 متر مربع زائد كام باش تعطينا 8؟ غادي نجي ناخذ هنايا نطولوا الجدول، عندنا الديكامتر المربع اذا عندنا 300 متر مربع، ها هو المتر مربع، ها هي 300. شحال خصني نزيد عليها باش تعطيني 8؟ اذا شحال باش تعطيني 8 ديكامتر؟ اذا غنزيد هنا صفر وهنا غنزيد صفر، و3 شحال غنزيد عليها باش تعطيني 8؟ غنزيد عليها 5، اذا 5 هي 8 بالديكامتر، غتعطيني 8 ديكامتر، اذا غنزيد عليها 500 متر. اذا 500 متر زائد 300 متر هي 800 متر مربع، والا حولتها للديكامتر تعطيني 8. دابا عندي 1 كيلومتر مربع ناقص 50 هكتومتر مربع، اذا 1 كيلومتر مربع غنقصوا منها 50، غنقصوا منها 50 هكتومتر مربع، الا حولتها للكيلومتر مربع اولا نحولهم بجوج للهكتومتر مربع، اذا بجوج ها هما، هذه الهكتومتر مربع وهذه الهكتومتر مربع، وغنشوفوا شحال غادي تعطينا. اذا 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 5 لا يمكن السالف وارد السلف تعطينا 5، وهنا 0، اذا شحال؟ 50 هكتومتر مربع، اذا 50 هكتومتر مربع. ثم عندنا 60 هكتومتر مربع في 7، إذا 7 في 6 42، نزيدو جوج الأصفار بالكيلومتر مربع، يعني غادي نقسم على 100، غنقص جوج أصفار غتعطيني 42، لأن عندنا 6 في 7 42، وغنزيد جوج الأصفار، إذا غتولي عندنا 42 هكتومتر مربع، غادي ندير جوج الأصفار 42 هكا، وباش بغيناها بالكيلومتر مربع، إذا غندير الفاصل هنا ويتحيدو هاد الأصفار، غتبقى لنا 42. تمرين رقم 18، جو كومبار اون يوتيليزون لي سامبول، عندنا انفيريور و سوبيريور و ايغال. عندي 4 هكتومتر مربع، 5 ديكامتر مربع، بالمتر المربع هنا عندي 40000 متر مربع، اذا شكون الكبيره؟ واش هادي ولا هادي؟ الا بغيت ندير غادي نحولهم، غادي نحول 4 هكتومتر مربع للمتر المربع، اذا عندي هنا الكيلومتر المربع، الهكتومتر المربع، ديكامتر المربع، المتر نحسب نحبسها عند المتر المربع حيت ما عنديش وحده كثيره. عندي 4 هكتومتر مربع نحولها باش نقارنها مع المتر المربع، نحولها للمتر المربع هي، و5 ديكامتر مربع حولها حتى للمتر المربع، شحال تعطيني؟ 0 0 5 0 4، تعطيني 40500، وهنا عندي فقط غير 40000، اذا هذه عطاتني 40500 وهذه عطاتني غير 40000، بالتالي هذه هي الكبيره. ثم عندنا 8 كيلومتر مربع و 500 هكتومتر مربع، اذا الهكتومتر المربع الا حولته للكيلومتر مربع تعطيني 5، اذا 5 وهنا 8، اذا كانت هذه 5 كيلومتر مربع هذه 8، وبالتالي 8 هي الكبيره. تمرين رقم 19،
Un jardin de forme rectangulaire à port R, 2 km², 6 hectomètres carrés, 200 décamètres carrés. Quel est son air en hectomètres carrés? إذن هنا عندنا واحد الجردة مستطيلة الشكل، المساحة ديالها عندنا 2 كيلومتر مربع، 6 هكتومتر مربع، و 200 ديكامتر مربع، بغيناها بالهكتومتر مربع. إذن غادي نحولو كلشي، غنديرو 2 كيلومتر مربع بالهكتومتر مربع، إذن هي 200 2 كيلومتر مربع بالهكتومتر مربع هي 200، غنزيدو عليها 6 هكتومتر مربع، هادي بلا ما غنحولوها، وغادي نزيدو عليها 200 ديكامتر مربع، 200 ديكامتر مربع، إذا في المجموع بالهكتومتر مربع، إذا هنا 0.0802 هي 208 هكتومتر مربع، إذا المساحة ديالها، غنديرو لاغ سونيغ إي. سونير اي 2 كيلومتر مربع زائد 6 هكتومتر مربع زائد 200 ديكامتر مربع كتساوي شحال قلنا 208 هكتومتر مربع. اذا جمعناهم كامل بالهكتومتر مربع. تمرين 20، أرسم بالأحمر مضلعا به أكثر عدد من التربيعات داخل كل من السطحين A و B، وأرسم بالأخضر مضلعا به أقل عدد من التربيعات أحيط بكل من السطحين A و B، ثم أكمل التقطيع. إذا هنا غادي ناخذ ملون أخضر وآخر أحمر، إذا نشوف ملون أحمر، إذا مكاينش حدايا ملون أحمر، غادي نخدمو باللون الاخضر، ونتوما في بلاصه اللون الاخضر غادي ندير مثلا لون، ندير بالقلم، ندير بالقلم، وانتوما راه عرفوا هذا اللي درت بالقلم راه هو اللون الاحمر. اذا غادي ناخذ حطيت وحدايا ما عقلتش فين مشى، المهم نخدم بعدا باللون الاخضر. قالنا ارسمو بالاحمر مضلعا به اكبر اكثر عدد من التربيعات، يعني داخل كل من السطحين، يعني السطح A، هذا السطح هو، هذا هو السطح A وهذا السطح B، يعني هنا داخل السطح A غادي نرسم اكبر مربع فيه هنايا، واحد المربع او مضلع اللي يكون فيه اكبر عدد من التربيعات. اذا هنا راه هذا باللون الاحمر، انا تذكروا انني ما عندي ما حدايش اللون الاحمر، غنجي من هنا وغادي نرسم مضلع هذا باللون الاحمر، هذا اللي لداخل، هذه اللي كنرسم فيها انا دابا ديروه باللون الاحمر. اذا هذا اللون الاحمر، ثم باللون الاخضر وارسم بالاخضر مضلعا به اقل عدد من التربيعات يحيط بكل من السطحين A و B، يعني هنا غادي نجي للسطح A وغادي نحيط ندير مضلع يكون فيه اقل عدد من الارقام من التربيعات، ولكن بشرط انه يكون كيحيط بهذا السطح. اذا غادي نجي غنديرو من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، إذن هذا هو الشكل، هذا راه احمر. ثم غادي نجيو للسطح بي بعدا نديرو الحصر. إذن هنا قلنا ثم اكملوا التقطير، عندنا السطح A محصور ما بين شحال اللي قل منه، غادي نمشيو لقل منه، غادي نديرو هاد السطح A اللي كاين هنايا عندنا محصور ما بين اكبر، كاين بعدا عندنا اكبر واحد واصغر واحد، يعني 1 2 3 4 5 6، 6 غنضربوها في 1 2 3 4 5 6، 6 في 6 هي 36، هي اللي كبر منها، واللي صغر منها اذا 1 2 3 4 4 1 2 3 4، اذا 4 × 4 16. اذا هذا السطح A محصور ما بين، يعني هذا السطح A هذا هو اللي بغينا نحسبوه حنا، محصور ما بين اصغر سطح واكبر
سطح، يعني اكبر مضلع واصغر مضلع. المضلع الصغير فيه 16 والمضلع الكبير فيه 36. غنمشيو للسطح بي، حيت علاش ما تحسبش لينا؟ حيت هنايا ما عندناش، حيت بغاو بالتربيعات وحنا ما عندناش كيفاش، حيت عندنا هنايا التربيعات مايلين، ما كاينش كيفاش الخط مائل، ما كاينش كيفاش نحسبوها تربيعه. دابا غادي نجيو ثاني للسطح بي، غادي نرسمو مضلع اللي فيه اكبر عدد ممكن نحصل عليه من التربيعات. هنا راه كاين واحد شويه واش نازل شويه هاد، اذا هنا ما غاديش نكملو، غنجي حتى لهنا حيت هاد التربيعه ما داخلاش عندنا، حيت هاد التربيعه ما كايناش. غنجي من هنا، ها نتوما حيت هاد التربيعه ها ما كاملاش، ما مشاش حتى للقنت ديالها، اذا غنجي انا غنحبس غير من هنا، غندخل هذا، هذا راه بالاحمر هذا اللي كنرسم فيه دابا بالاحمر. اذا غنجي كنا ندوها حتى لهنا، ولكن هنا ها نتوما لاحظوا انا ما كاملاش عندي التربيعه، شفتوا جات لهنا كاين فراغ، اذا غادي ندخل من هنا. اذا هذا هو السطح الاصغر، غنحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، غنديرو هنا 11 اصغر منه. ودابا غنديرو اللي على برا، غادي نحاولو نرسمو هذا من هنا، غادي نمشي حتى لهنا، وغادي نهبط من هنا، قلنا اصغر عدد من التربيعات، ونجي هنا ثم غادي ندوز من هكا وغندير ليه بحال هكا. اذا هذا اللي بالقلم اللي هنا احمر، هذا احمر، وهذا اللي على برا اخضر، وغنحصروه مع هذا اللي على برا، غنحسبوا شحال فيه من التربيعه، 1 2 3 4، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، أربعة في سبعة 28 29 30 31. إذا هنا كاينة 31. ملي كنبغيو نحسبو التربيعات راه كنحسبو كلشي، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8 9 10 11 12، وغادي أنا حسبت واحد جوج ثلاثة أربعة ضربتها في واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ضربتها في سبعة، لأن أربعة هنا أربعة هنا أربعة هنا سبعة المرات، إذا أربعة في سبعة عطاتني 28، وزدت عليها ثلاثة هي 31. إذا هكا كنكون أتينا على نهاية الثمن الخاص بالحصة ديالنا ديال اليوم. موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة بحول الله.